هاي أنا جودي، دايماً بحب أعمل أطباق سهلة وسريعة لعائلتي. أنا بعائلتي رمضان هو من الأشهر يعني مثل أحلى الأشهر بالسنة عنا. دايماً في أطباق بتكون موجودة من سنة لسنة، بس ما بيمنع أنه كل سنة يكون في أطباق جديدة عم تنزاد على الطاولة الرمضانية. المسخن هو طبق معروف بفلسطين وبالأردن. بلبنان بنعمله بالخبز المرفوم. ما حاستعمل الخبز المرقوق، رح استعمل رقائق السبرينج رولز لتكون مقرمشه اكثر، وبكون هيك ضفت نكهتي الخاصه على المسخن. فانا تعلمت من ورا ستي، فبعتقد ستي وامي رح يفتخروا فيي. ليش؟ لانه امي ما بتعرف تطبخ، وبنفس الوقت ستي رح تشوفني انا عم بطبخ هدول الاكلات وكمان رح تكون فخوره. نفس الافطار، وصفات جديده، تكري تقاليد جديده.